يعد الفن وسيلة للتعبير عن الأفكار الداخلية للإنسان، فمن خلال الورشة والريشة والألوان تخرج لنا لوحات فنية من خيال الفنان. من هذا المنطلق تحرص الفنانة التشكيلية فاطمة حسن على تقديم دورات تدريبية في الرسوم وفنونه المختلفة لفئة ذوي العزيمة. ريشة فنية تجسد أفكارا مبتكرة ومتميزة، تعبر عن مشاعر داخلية من خلال الألوان، تنقل المتدرب إلى عالم مبهر قادر على إيصال رسالته الداخلية من خلال التعبير بالرسم بدعم كامل من مدربة الرسم والفنانة التشكيلية فاطمة حسن، التي تحرص على دعم فئة ذوي العزيمة للدخول إلى عالم الفن بمختلف أنواعه بالريشة والألوان وأقلام الفحم. للفن دور كبير أنه يطلع ما داخل الإنسان، يساعده على أنه يبرز مشاعره ويساعده أنه يوصل المعلومة إلى الناس اللي قدامه بشكل أسهل، بحيث أن احنا نتواصل بالألوان. وإحنا هني في المرسم ومن ضمن تدريب الفحم وتدريب الألوان بشكل عام ندخل في أهم التفاصيل، وهو الشخصية والإبراز الشيء اللي داخل اللي نعبر عنه. الإيمان بقدراتهم هو الدافع الأكبر لفاطمة للتواصل مع ذوي العزيمة وإدماجهم في عالم الفن. الدروس اللي ناخدها علشان نوصل في المعلومات إلى المتدربين، من ضمنهم متدربين ذوي الهمم، احنا نبدأ من الصفر، نبدأ من شلون الواحد يطلع موهبته، شلون يقدر يحرك يده، شلون يقدر يتواصل بالطريقة. بالذات من تجربتنا مع ذوي الهمم في التعامل بالفحم، ان احنا ننتقل بالتدريج من الضوء والظل والتعامل بالادوات وشنو الاشياء اللي نحتاجها ونستخدمها، وهذا الشيء اللي يوصلهم الى نتيجه افضل بالتدريب والتمرين. بهدوء وسكينه حلقت شروق في عالم الالوان، فكشفت عن موهبه دفينه بداخلها، فاصبحت رسامه مبدعه، فكل ما يدور في خيالها الواسع تخطه رشتها على اللوحات. لقد بدأت بتعلم الرسم مع المدربة فاطمة، وقد ساعدتني كثيرا في تعلم خطوات وأساسيات الرسم، فبدأت معها خطوة بخطوة. وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها في بداية دخولي إلى عالم الرسم، إلا أنها تلاشت من خلال الدروس التي قدمتها للمدربة، فأصبحت عملية الرسم أسهل وأبسط، فكشفت عن موهبة دفينة بداخلي، وقد دفعني هذا الأمر إلى البحث عن مواضيع لأعبر فيها عما بداخلي، فأصبحت في حالة شغف متواصل لأتعلم كافة أنواع الرسم المختلفة، ومع التدريب المتواصل أصبح الرسم أسهل وأجمل. ريشة الفنان لطالما كانت اللغة التي يخاطب بها العالم، لما لها من دور كبير في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس بلوحات فنية بألوان زاهية وخطوط متميزة ودقيقة بقلم الفحم. التعبير عن الذات من خلال الفن هو أسلوب متميز يسعى المتدربين من خلاله إلى إخراج ما في داخلهم من خلال الألوان، فهي خطوة متميزة تحسب للمدربين، خصوصاً فيما يقدمونه من أساليب متقدمة لتدريب الهواة من أصحاب الهمم بمعية أقرانهم، وذلك لمساعدتهم على استكشاف عالمهم الداخلي عن طريق الفن وأدواته. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحر.